المكتب ده أقول في مقطع القصيدة بعنوان سهام. لقد أصابتني سهام الحب، أمرت قلبي أن ينساك فتمرد ولم يستجب، وقال إن القلب يهواك تمناك، أيهات أيهات أن يخفض القلب دون سواك، أو تنظر عين امرأة سواك، أسرت قلبي وملكت وجدان إحساسي، هائم من عمقك وتربعت على عرش قلبي وزلزلت كياني، سهام تشبه لحظة اكتمال القمر فأشرقت الشمس اكتمالية، سهام لا تسألي لماذا أحبك، أنت كل حياتي وأقبض روحي من أجلك، وكأن هذه الدنيا خلقت من أجل حبي، فلا بد تكون ملاك الحب بل حب نفسه، أحب نعمة الفصل لأنني أراك، أحب الأيام القدر لأنني مجمعا معك، أحب هذه الدنيا لأنك فيها مغار كل نجمة تراك وعيناك، وكل ما تلمس يداك، لك كل حيث كل محبتي، كالعطل في كل يكفيك أنك كنت صب صبر من هكي، إن ظل حبك مهلكي والله لو مهلك أحبك، سهام أحبك حبا أحب بحب أحب حبا أحب بحبك، سهام إذا غابت الشمس صعد صوب عيناك، والليل ما عاد الليل انبرزته وآنسة متفق عليه إذا السمو نقع، وإذا تكلمت عيناك يا سهام فقلبي سمع إليك، كتبت اسمك في البحر ورسمت في السماء، أحبك يا سيدتي من قلبي إلى نبضات قلبك، ومن أجلك أقطع قلبي يا حياة قلبي، أحبك يا سيدتي، سلام.